أهلا وسهلا. أهلا فيك، كيف حاسة؟ رح كون أحسن بوجودك. شكرا كتير. الشكر على شو بهار؟ أنا كان لازم أخذ هذا القرار من قبل. لا أبدا، أنا بعرف منيح أنه هذا القرار مانو سهل. معك حق أنك تتأخر، أنا وياك منعرف أنه العملية مانا سهلة. أمك كانت معارضة وأنا ما كنت ناطرتك. أنت محور هذا الموضوع بهار، وولادي أولادنا لما بفكر فيهم تيمور بحس بصعوبة الموضوع. أنا حابة أعيش كرمالهم. إيه أنا بدي أعيش كرمالهم. لما بتواجه الموت بهالطريقة هي، يعني مو بيقولوا إنك بتشوف شريط حياتك قدامك وبتتذكر كل شيء؟ يعني بفترة وجودي هون فكرت فينا نحنا لما كنا لسه شباب صغار، وقت صرنا حبيبين كنا أولاد مثلهم. مرة لمتني على الحياة اللي راحت عليك، وأنا كمان لمتك. إذا بقلك إنه ما إجا يوم وكرهتك فيه بكون عم كذب عليك. بس أنا كتير تخليت عن حالي مشانك تيمور. كان بدي إياك تحبني أكتر من هيك. أنت بتحب القهوة وبتحب تشربها كل يوم الصبح. بلشت أشربها الصبح مثلك، ولأنك بتتضايق من حركتي الصبح خفف الضجة. بس أنا طبعاً خسرت. بعض الأحيان كنت حس إنك تنزعج من صوت نفسي القوي. صرت حاول ما أتنفس بصوت عالي، بس أنت ما كنت تحب هالشي. أنا عملت هيك، بعدين خسرت كل حبي للحياة وشبابي ومهنتي وكل شيء.